المسح على الجبيرة إذا نزعها بعد الشفاء وكان على طهارة، أتنتقض طهارته أم تكون باقية؟ المشهور من المذهب أن الطهارة تنتقض، فإذا أراد أن يصلي فلا يصلي بالطهارة السابقة، وإنما يجب عليه الوضوء، هذا إذا كان المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر. وأما إن كان المسح عليها في الحدث الأكبر فيقولون يلزمه فقط غسل موضعها، وذلك لأن الموالاة في الغسل غير مشترطة. وقال بعض العلماء وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن طهارته باقية، والدليل هو عدم الدليل، ولأنها طهارة ثابتة بمقتضى شرعي فلا تنتقض إلا بمقتضى دليل شرعي، وهذا هو الصواب.